مايكل يحول الكرة إلى زانيتي، إلى مايكل مرة أخرى، كرة تحولت إلى الأمام لمصلحة ميليتو، ميليتو إلى إيتو، إيتو يتقدم يتخلص يبوك يحطها في الجول. جول أول في المباراة لمصلحة الأنتر. الأنتر شوف أنت لاحظ التحول قد يأتي الآن في هذه المباراة لمصلحة الأنتر، لأن السيطرة الحقيقة اللي قام فيها فريق باليرمو في الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني كرات كثيرة وصلت إلى دييغو ميليتو الغير موفق في هذه المباراة، ولكن الآن دييغو ميليتو يصنع الهدف. لاحظ بالضبط الآن الكرة البينية، لكن لاحظ المهارة اللي يتقدم فيها سامويل إيتو يتخلص من المدافع ويحطها في المرمى، وبذلك يسجل هدف التعادل لمصلحة الأنتر الذي انتظر أكثر من ساعة على أساس أنه يسجل الهدف الأول لمصلحته.